حضرت مع عبد الرحمن مصطفى، ده شاب سلفي موجه إليه مجموعة اتهامات، وحضرت مع مايكل عادل، ده شاب مسيحي موجه إليه مجموعة اتهامات. الاتهامات المتوجهة لمايكل واللي متوجهة لعبد الرحمن نفس التهمات، 8 تهم فيها التجمهر، فيها القتل العمد مع سبق الإصرار، فيها سرقة أسلحة، حيازة وإحراز أسلحة، إتلاف ممتلكات عامة، التعدي على موظفين عموميين، محاولة اقتحام مبنى حكومي. كل هذه التهم فيها العمدية مع فكرة الغرض الإرهابي، نفس التهم موجهة ليهم. في محاولة إنه اتهام مايكل إنه هو مسيحي وسرق سلاح واستخدمه في المظاهرات، ومحاولة لمسلم سلفي إنه هو سرق هو كمان سلاح واستخدمها، وكأن المسلمين والمسيحيين هم اللي ضربوا بعض، ويعني الشرطة العسكرية كانت برا الموضوع أو القوات المسلحة كانت برا الموضوع. ده سيناريو لابد إن القوى السياسية تبقى واضحة. علاء شاب ثوري مستقل، مايكل شاب مسيحي، عبد الرحمن شاب مسلم سلفي، هم دول اللي دلوقتي بيواجهوا بهذه الاتهامات، والقاتل الحقيقي بره وعايز يبقى حر. دي التحقيقات اللي شغاله وهنشوفها، واحنا هنطعن على امر الحبس ال 15 يوم دول، ونشوف ان شاء الله في المحكمه هل هتستجيب للتجديد ولا تدينا اخلاء سبيل. وضع مايكل وعبد الرحمن كان زي علاء، كانوا في نيابه عسكريه وبعدين اتحولوا لنيابه امن الدوله؟ كلهم، كل الملف، كل المدنيين اللي موجودين في الملف يتحولوا هنا. وانا سالت المحقق سؤال ان في اتهامات العسكريين، وان المجلس العسكري او النيابه العسكريه في بيان قالت ان في عسكريين بيتم التحقيق معهم، الوضع ايه؟ قال بصراحه انا ما اعرفش الترتيبات اللي تمت مع النائب العام ومع النيابه العسكريه في هذا الامر. غالبا التحقيقات العسكريين هتبقى قدام النيابه العسكريه، والتحقيقات المدنيين هتبقى هنا، ونشوف الملف كله هيتحل ازاي. فقلت له طب في الحاله اللي زي دي الملف هيتحل امن دوله ولا الملف هيتحل عسكريه؟ على اعتبار ان في نوعين يعني، وبقى في رقمين للقضيه. فقال ما اعرفش لحد دلوقتي ايه اللي هيتم. هي واقع يعني هل هناك هل ما زال واردا انه بعد انه يحقق يرجع تاني القضيه للقضاء العسكري؟ هي القضيه واحده متهم فيها عسكريين ومتهم فيها مدنيين، بقينا قدام رقمين، رقم عسكري ورقم مدني، يعني على اعتبار حسب السوابق والتحلي دي ازاي؟ يعني المفروض ان تبقى القضيه واحده. ماشي، فهل هيتعمل قضيه واحده؟ هل هتتعمل قضيتين والعسكريين يحاكموا عسكريا والمدنيين يحاكموا مدنيا؟ كل دي اسئله على النائب العام انه يجيب عليها.